السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فعلا مسكن البنادول أو الباراسيتامول بيدمر الكبد بتاعنا؟ فخلينا أقول كده إن جالي أحد التعليقات من أحد السادة المتابعين على القناة، قريته في خلال التعليقات اللي أنا دايما بتابعها، كاتب لي إن أنا قريت بحث أو مقالة بتقول إن البنادول أو الباراسيتامول بيدمر الكبد وإن الأسبرين أفضل منه. طبعا هو ما كانش حاطط لي رابط المقالة أو البحث ده، فأنا قعدت أدور، المهم لقيت كده عنوان في جريدة كاتبين إن الاستخدام المفرط للبنادول أو الباراسيتامول بيدمر الكبد. الكلام ده كلنا طبعا حافظينه كصيادله وكاطباء وعارفين الكلام ده واثقين منه مليون في الميه، ولكن للاسف لما بيتم نشر الكلام بالصيغه دي في الجرائد او السوشيال ميديا الناس بتاخد اول كلمه واخر كلمه، فالناس بتقرا ايه؟ ان البنادول بيدمر الكبد. يبقى الكلام ينفع يكون صح وينفع يكون غلط، ازاي؟ على حسب بقى الجرعات اللي انت بتستخدمها من البنادول ده، على حسب الانديكيشن او الاستخدام اللي انت بتستخدمه له، على حسب انت بتستخدمه بالاوقات المظبوطه وبالجرعات المظبوطه، بتستخدمه فعلا عمال على بطال ولا بتستخدمه عند اللزوم بس وعند الضروره، هي كل الحاجات دي اللي بتؤثر فعلا هل البنادول او اي مسكن تاني هيدمر لك الكبد ولا لا. كلنا حافظين ان المسكنات بتضر الجسم، ده كلام ما فيهوش خلاف، وان دي مواد تدخل جسمك وبتعمل حمل فعلا على الكبد وعلى الكليتين بتوعك علشان يتخلصوا منها، ولكن في بعض الحالات بنكون محتاجين فعلا مسكن او خافض حراره. من أأمن المسكنات على وجه الأرض أو من ضمن كل المسكنات اللي موجودة في الصيدلية هو البنادول أو الباراسيتامول. أأمن مسكن على مرضى الضغط، على المرضى اللي عندهم قرحة في المعدة، حتى على الحوامل، حتى على المرضعات، هو البنادول أو الباراسيتامول، بخلاف بقى المجموعة التانية اللي هي زي البروفين وزي السيلبريكس وزي الفولترين وزي البونستان، كل المجموعة والكتافلام دي مجموعة تانية خالص غير مجموعة البنادول أو الباراسيتامول. هو الأأمن على الإطلاق. وهو طبعا أأمن بكتير جدا من الأسبرين، وخصوصا الأسبرين بالجرعات العالية. الأسبرين الناس اللي بتستخدمه كمسكن للصداع عمال على بطال طول اليوم، من أخطر الحاجات على الجسم، برضه لو استخدمناه بإفراط. هو كان كاتب لي في التعليق إن الأسبرين أأمن من البنادول، لا أنا بصحح له المعلومة، البنادول هو أأمن من الأسبرين، ولكن إيه بقى؟ لازم نعرف الجرعات المظبوطة بتاعة البنادول وإمتى هنستخدمه. فعلا الإفراط في البنادول انك بتستخدمه بجرعات اعلى من الحد الاقصى بيأثر على الكبد، لان الكبد هو المسؤول انه بيخرج السموم دي من الجسم. في ماده الكبد بتاعك بيطلعها اسمها جلوتاثيون، ماده مضاده للاكسده، هي دي اللي بتخلص الجسم من بقايا البنادول او الحاجات المتبقيه من البنادول في الجسم، فهي اللي بتخلص الجسم من السموم ومنهم الباراسيتامول ده. لو انت اخدت جرعات عاليه من البنادول او الباراسيتامول كده الكبد بتاعك مش هيلاحقها، مش هينفع يشتغل معاه، فمع المدى الطويل فعلا الكبد بتاعك هيتأثر. يبقى دي غلطه مين؟ غلطة البنادول ولا غلطتك انت انك بتستخدم اي حاجة في اي وقت بجرعات عالية بدون ما تسأل وبدون ما تفهم. البنادول الحد الاقصى بتاعه للاستخدام طول اليوم 4 جرام، غالبا كل الحبوب اللي موجودة في السوق 500 ملي جرام، يعني نص جرام، فاقصى حد هنقدر نستخدمه هو 4 جرام، يعني 8 حبات في اليوم، ومعدل حبتين كل 6 ساعات. لو حضرتك بقى استخدمت 3 حبات في المرة الواحدة، مثلا لو استخدمت مثلا كل ساعتين تاخد حبيتين، عندك صداع شديد ومش متحمل فقعد ساعتين حبيتين ساعتين حبيتين، اقل من 4 ساعات قعد تاخد حبيتين في حبيتين، يبقى كله ده استخدام خاطئ للدواء، بتستخدم جرعات عاليه. ممكن تكون بتاخد حبتين بنادول وبتاخد دواء تاني برضه فيه ماده الباراسيتامول. انا هنا لما بقول بنادول انا بقصد ماده الباراسيتامول، هي الماده الفعاله مهما كان الاسم التجاري المختلف، لان في 10 ادويه مثلا فيهم ماده الباراسيتامول دي، بنادول، ادول، برامول، سيتال، كل ده في ماده واحده اللي هي ماده الباراسيتامول اللي انا اقصدها دي. يبقى الخلاصه بتاعت الموضوع البنادول او الباراسيتامول من امن المسكنات، ولكن تستخدمه في حدود مش عمال على بطال. في ناس بقى بحجه انه مسكن امن وفعلا درجه الامان بتاعته عاليه بيستخدموه بافراط. الاستخدام المفرط برضه مع الوقت ان انا في اي حاجه، اي صداع، اي الم، كل ما احس باي حاجه في جسمي اجي واخد بنادول 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 عمال على بطال، اكيد مع المدى الطويل هياثر، لانك بتستخدم بافراط. الافراط ده هيعمل برضو تراكم للسموم في جسمك مع الوقت. لو انت اصلا كمان عندك مشكله في الكبد بتاعك هتكون ممنوع من كل المسكنات ومنهم الباراسيتامول، او بتستخدمه بجرعات صغيره جدا عند اللزوم تحت اشراف طبي، لان زي ما قلنا الكبد هو اللي بيخلصك اصلا من السموم في جسمك. لو انت واحد بتشرب كحول، الكحول اصلا بيدمر الكبد وبيأثر عليه، فلما تاخد باراسيتامول كده انت داخل اصلا على كبد تعبان او كبد مرهق، فما ينفعش. فكل الحالات دي هيكون ممنوع فيها استخدام المسكنات او انك تستخدمها في حدود باشراف طبي. يبقى الاستخدام الامن الاستخدام المعتدل بالجرعات المظبوطه، مفيش منه اي خطوره تماما. بالمره بقى عشان الناس سالتني ايه الفرق يا دكتور بين البنادول الاحمر والبنادول الازرق. البنادول الازرق هو ماده الباراسيتامول بس بتركيز 500 مللي جرام.
البنادول الاحمر مزودين عليها فنجان قهوه. يعني ايه الكلام ده؟ مزودين عليها 65 مللي جرام كافيين، يعني كانك بالظبط اخدت بنادول وجنبيه فنجان قهوه. وانا دايما بعمل كده لما بحتاج بنادول، لما بكون مصدع جامد فعلا باخد مثلا حبايه بنادول عند اللزوم عند الضروره واشرب جنبيه فنجان قهوه. ليه الكافيين بالذات بيعمل ايه؟ لما بتكون مصدع بيعمل انقباض للشعيرات الدمويه او الاوعيه الدمويه، لان دايما مع الصداع بيحصل توسيع في الاوعيه الدمويه. لما بتعمل لها انقباض بواسطه اللي هو الكافيين ده، الصداع بيبدا يتحسن. كمان بيدي سينرجيزم افكت. يعني ايه كلمه سينرجيزم دي؟ يعني بيزود تاثير الادول. هنتخيل مثلا الادول بيديك تاثير واحد والكافيين بيديك تاثير واحد كمان، يبقى مجموعهم المفروض هما الاثنين يدوك تاثير اثنين. لا، الاثنين لما لقوهم بيتحطوا مع بعض يدوك تاثير يعادل ثلاثه او اربعه. يعني بيزود او بيحسن استجابه جسمك للبنادول، بيزيل الشعور بالارهاق والتعب. كل ده طبعا من فوائد الكافيين اللي احنا عارفينها. عشان كده بيحطوهم على الادول في الحالات الشديده، في الصداع الشديد تقدر تستخدم اللي هو الاحمر اللي معاه ماده الكافيين. طب هل البنادول الاحمر ده ممنوع على بعض الناس؟ ايوه، لو حضرتك سيده حامل يبقى ممنوع انك تستخدمي البنادول الاحمر، وده يفضل خليكي في الازرق هو الامن اثناء فتره الحمل. لو ضغط الدم بتاعك مش متظبط، شويه عالي شويه نازل، يبقى برضه لا يفضل انك تستخدم البنادول الاحمر اللي معاه الكافيين، تخليك في الازرق. لو عندك مرض في القلب او ضربات القلب بتاعتك مش مظبوطه، برضه يفضل انك تستخدم البنادول الازرق. يبقى هي دي حاله البنادول، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها. رجاء نقرا الموضوع كامل، لما يجي لنا بحث او موضوع نقراه، ما ناخدش العنوان بس ونشير للناس واحنا مش فاهمين القصه. شيروا الحلقه، خلوا المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.